ابغاك تتصل على مديرك في العمل وتقول له يا اخي انت افشل مدير قابلني في حياتي، شوف ايش يقول. انا بشوف ان شاء الله انه يرد، هو نايم ان شاء الله يرد. الو. هلا مرحبا، كيف حالك؟ انا دقيت عليك في اخر الوقت في اخر الليل ذا، بس حاب اقول لك حاجه. تفضل قول. اقول لك انت افشل مدير مر علي في حياتي. ايش؟ انت افشل مدير مر علي في حياتي. انا افشل مدير؟ اي نعم، افشل مدير مر علي في حياتي. بعد ذا كله تقول لي انا افشل مدير؟ واوسخ واوسخ مدير، مع السلامه. قفلت. الله يعافيك. عندي واحد صاحبي راقد في المستشفى، واحد عزيز علي يعني. ف محتاج نقل كليه. يا ساتر يا رب. عرفتها؟ ف انا ممكن يعني فكرت، في واحد اتصل علي قال لي يا اخي نديك مليون ريال تديه كليتك. شنو؟ في واحد قال لي نديك مليون ريال تديه كليتك. كذب له ولا شنو؟ رايك شنو انت؟ قاعد في كلامك ده؟ ها؟ قاعد في كلامك ده؟ ما مشكلة، يبقى اجر وعافية وقروش. انت حيوان ولا شنو؟ ولا افكر دم انا عليك الله. استشارة تقول لي يا اخي عادي. والله بس انا بستشير فيك، بسأل فيك. يا اخي تزعلني شنو يا اخي تزعل تزعلون؟ عدينا القروش فينا اليوم الجار هنا زاد. اسمع اسمع كلامي. تفكروا؟ دقيقة دقيقة دقيقة. يعني بدل بده مليونين. كذا انت ما اسمع كلامي هذا شوية كذا وما هنا ما تتعصب. ولا حد يدوني 2 مليون. يعني ممكن ندفع 2 مليون. يوصل 2 مليون بال 20 مليون، انت كان عندك مليار ريال. تدوهم ظفر؟ رأيي كذا يعني؟ رأيي يعني قول لي في أجر يا أخي. طيب والله اجر كيف؟ ها؟ في اجر والله، اجر عظيم. هذا اجر عمل لك خلوه ولا عمل لك مسجد ولا عمل لك اي شيء. ها. قول لي خلاص ده كم مليون. انت 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 دار الاجر ولا دار القروش؟ والله الاثنين. ما حيجي من الاثنين. طيب انا لا حيدفع 3 مليون 3 مليون. لا لا خلاص. اسمع انا جيت هنا جيت مول. وفي شباب عزيزين قال لي يا اخي اتصل اعمل في اي زول مقلب، عرفتها؟ شوف ردة الفعل اللي بتحصل اللي بيحصل شنو؟ لا حول ولا قوة الا بالله، يلا اليومانك دي عرفتها؟ هون واقفين اسمع اسمع في كلامك. شكرا شكرا يا عبد الله، شكرا ما قصرت، يعطيك العافية. عفوا لنا يا جماعة عفوا لنا يا جماعة يعطيك العافية.